الاهلي والزمالك قبل مواجهتهما في استاد محمد بن زايد باذن الله السابعه مساء الخميس في السوبر المصري، واحده من المباريات القويه، واحده من الاحداث الرياضيه المهمه التي تشغل جماهير الكره العربيه من الماء الى الماء، من المحيط الى الخليج، خاصه وان ديربي الاهلي والزمالك هو واحد من اهم الدربيات في عالم كره القدم وعالم الساحره المستديره في جميع انحاء العالم. زمان زمان كده في الثمانينات لما كان يبقى في ماتش اهلي والزمالك قبل الفضائيات واللازمين، الدنيا كلها تقف على رجله والتلفزيون المصري يبعت ويزيع لكل الدنيا بحالها، كل الدنيا بحالها. دلوقتي القناه باذن الله باذن الله المباراه مذاعه على اون سبورت وعلى ابو ظبي. عاوز اقول على حاجه، سعدت جدا 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 بقرار اداره اون سبورت باختيار المعلق الشاب الموهوب بلال علام. قلت هنا من كام يوم قدامكم مدحت شلبي، قدامكم بلال علام، قدامكم طارق الادور، قدامكم محمد عفيفي، غيروا من المعلقين اللي هم باتوا بيمتازوا بالتكرار والملل والحكايه والروايه واللت والعجب وعدم القدره على التعبير عن ارائهم الفنيه بقوه خشيه اغضاب هذا او ذاك، وبالتالي جابوا بلال علام اللي بيمتاز بالحياديه، اللي هو شغال في اظن الرياضيه السعوديه، بيعلق على الدوري السعودي وعامل حاله رهيبه وحاله جميله جدا، وسبق ان احنا شفنا بلال علام على اون سبورت قبل كده. تحيه لاداره اون سبورت اللي اتخذت هذا القرار، وفي القلب منها زي ما بنقول النقد نقول الايجابي الاستاذ زكي عبد الحميد والاستاذ ايمن سالم والاستاذ تامر مرسي رئيس اعلام المصريين، اللي بدا يحط ايده ويركز في الرياضه، خاصه ان الرياضه هي الطبق الرئيسي على مائده المصريين اجمعين. كل الناس بتحب الكوره، بتعشق الكوره، وبالتالي مهم جدا ان حد في مكانه الاستاذ تامر مرسي انه يركز في الرياضه، فبدا يركز في الرياضه وبدا يقول ايه اللي يحصل وايه اللي يجرى ويتابع ما يحصل. لما اجيب معلق متميز، ما جبتش مدحت شلبي وجبت بلال علام، لكن في الاخر جايب حد متميز، مش حد بقى يقعد طول الوقت يا اما بينافق الزمالك يا اما بينافق مرتضى يا اما بينافق جمهور الاهلي ومش عارف ايه وكلام بالشكل ده مما يصيبنا بالغثيان. عايزين معلق كوره بيعلق على الماتش اللي قدامه. فنشكر اداره قناه اون سبورت انها استعانت بالزميل الموهوب بلال علام. ننتقل من موضوع التعليق او جزئيه ثانيه في السوبر. سيد عبد الحفيظ اتخذ عده قرارات تغيظ وتفرقع وتجنن، ولكنها قرارات يعني ايه تحض على التركيز ومزيد من التركيز في اداره بعثه النادي الاهلي، وقرر قطع النت عن غرف اللاعبين بعد العاشرة مساء، قرر حظر اعلامي على جميع اللاعبين، ممنوع اي حد يتكلم لاي وسيله اعلاميه، واي حد يتخطى الحظر 100,000 جنيه قلب، لان الفلوس اصلا بتزغلل عين النجوم في مثل هذه الاحداث. كلنا فاكرين اللي حصل في كاس العالم لما اللعيبه اجارت حولت غرفها الى استديوهات وبدات تسجل مقاطع وترسلها الى احدى القنوات، ففي حظر قوي جدا جدا جدا. امين يا رب، امين. اشكرك يا هيما ما رامي، اشكرك جدا جدا جدا. ربنا ينصرنا على البسكليتة وكل بسكليتة في هذا الوطن العزيز الغالي. وعندي اسرار مدوية عن من يعاون البسكليتة في النيابة، لكن لن اتحدث في مثل هذه الامور، لان اثق تماما في ان كل رجال النيابة العامة لهم كل التقدير وكل الاحترام، وانهم يعني امناء على العدل في هذا الوطن. لكن حد عنده بيتفاخر بعلاقه ما وهو بيضغط على حد ما، كل التفاصيل دي عندي، ولو اضطريت هقول ان شاء الله كل حاجه. لكن سيبونا منه والنبي، والنبي سيبونا منه، خلينا في الكوره، سيبوكم منه، سيبوكم منه، المهم خلينا بس في ده. فسيد عبد الحفيظ اتخذ قرارات مهمه جدا جدا جدا، ده عشان ان هو يركز. عملوا حاجه ثانيه، ان هم لعبوا طلب سيد عبد الحفيظ تغيير ملعب التدريب من ملعب محمد بن زايد الى ملعب الوحده، ودلوقتي بيتمرنوا هناك دلوقتي، وكل مسؤولين اداره نادي الوحده موجوده، املا في التركيز وبعيدا عن المتابعه والضغط الاعلامي، ورغبه في عزل لاعبي الفريق عن كل ما يجري، سواء على السوشيال ميديا، على اعلام، على الجانب الجماهيري كمان، في هناك ضغط جماهيري كبير على بعثتي الاهلي والزمالك، كل الناس عايزه تتصور، وكل الناس عايزه تشوف النجم الفلاني والنجم العلاني وتتصور معاه، وحكايه وروايه، واللي جايب ابنه واللي جايب بنته واللي جايب وهكذا. فالنادي الاهلي نقل تدريبه الى ملعب الوحده. طب نادي الزمالك عمل ايه؟ نادي الزمالك اكتشف ان الفندق اللي نازل فيه
ونفس الفندق اللي خسر فيه السوبر الاخير، مش الاخير ده اللي هو كان بتاع 3-2 بتاع اظن 3-2 لا اظن 2-0 بتاع زيزو. بتاع زيزو كان كام اللي هو كان فيه ضيع فيه كهربا ضربه الجزاء، كان اظن كام 2000 وكام اظن 2016 لا 2016 ده راح من النادي الاهلي اظن 2015 3-2 اظن. فقال لك احنا ده الفندق اللي احنا خسرنا فيه قبل كده نخسر فيه تاني، غيرولنا الفندق. لكن قبل مسألة التفاؤل والتشاؤم كان مستر باتريس كارتيرون في قمة الغضب وقمة الثورة نتيجة ان الفندق مفتوح وكبير وبيعج بالجماهير، وفي بعض حتى الصور المنتشرة على السوشيال ميديا لجماهير مع نجوم نادي الزمالك، فبالتالي ده بيدل على ان ده ممكن يأثر على تركيز اللاعبين فطلبوا الانتقال الى فندق اخر، وتم تلبية الامر من مجلس ابو ظبي الرياضي ونقلوهم الى فندق اخر بحيث الزمالك يبحث ايضا عن التركيز الشديد في هذه الساعات المقبلة. خلاص لم يعد الا 48 ساعة ونستمتع بمباراة السوبر في الامارات بين الاهلي والزمالك ونشوف مين هيفوز. قبل ما اخش على التشكيل ولا نخش على التشكيل على طول؟ نخش على التشكيل. مستر فايلر استقر على مفاجأة مهمة جدا جدا جدا، وهي إشراك محمود عبد المنعم كهربا من بداية المباراة بجوار أفشة وحسين الشحات وأمامهم جونيور أجاييه. وعنده وليه كهربا؟ قال لك كهربا واحد عنده دوافع مهمة. كهربا هيبقى عالي على محمد عبد الشافي او على اسمه ايه ده عبد الله جمعه. ف لا صعب، او لو عمل هم اللي هو حسين الشحات بيعملوا الشيفتنج طول المباراه على حازم امام او عبد الغني. وفي نفس الوقت في هنا جانب معنوي وكبير جدا عند كهربا انه عاوز يقدم نفسه للجماهير مع الالتزام والانضباط العصبي او الثبات الانفعالي زي ما كان بيقول حبيبي رحمه الله عليه. اول واحد طلع الاكسبريشن ده كابتن ابراهيم يوسف، اول واحد جاب لك سيره الثبات الانفعالي في الثبات التحليليه كله مسك فيها بعد كده رحمه الله عليه وعلى امواتنا اجمعين. كان راجل ابراهيم يوسف، خلي بالك راجل ومحترم ودمه زي العسل وحاجه شربات يعني كم مره كنا بقى هنا في وزاره الداخليه، كم مره كنا نتقابل هنا في المكتب يعني ربنا يرحمه ويبارك في ابنه عبد الرحمن واخواته. فاللهم صل على سيدنا محمد. عنده مشكله حته كهرباء خلاص خلص منه. موضوع رمضان صبحي هيجي لكم في الشق بتاع الزمالك. موضوع رمضان صبحي، رمضان صبحي بيتمرن وخد حقنه بلازما وحكايه وروايه، لكن سيتم الاختبار الطبي غدا جاهز للمباراه ولا مش جاهز؟ ولو جاهز مش هيبدا اساسي. حتى لو جاهز لن يغامر به مستر ريني فايلر ويلعب اساسي. اللي هو استقر عليه جونيور اجاييه افشه الشحات والكهرباء ويقعدوا بقى شغالين رايحين جايين هما الاثنين على طول بحيث يبقى في تغييرات في المراكز تربك الاخرين. والاهلي بيلعب في الشق الهجومي ما بتغيير بمساله الشيفتنج المستمره بين كافه اللاعبين وتزداد بعيده المدى في تركيز عليها مع محمد مجدي قفشه ومع احمد فتحي في الضربات الحره المباشره. طبعا في وضع الحركه طبعا عمرو السولية المدفعجي خلاص عمرو السولية خدها. عمرو السولية بس ما شاء الله عليه دلوقتي من وضع الحركه والتسديد عامل شغل جامد جدا. فمستر فايلر مفاجاته كهرباء. ليه كهرباء مفاجاه؟ كهربا كان الورقة الرحيبة شئنا أم أبينا لنادي الزمالك طوال الموسم الماضي. كهربا أحد العناصر المهمة التي ساهمت في فوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية. كهربا يمتلك ثأرا نفسيا ومعنويا من رئيس نادي الزمالك وأنجاله الذين أساءوا إليه على مدار عام، بل وناس من اللي قاعدة على الدكة زي أيمن حافظ مثلا اللي اعتدى عليه عشان يبقى فرخة بكشك عند مرتضى. فعاوز عنده دوافع، عاوز ينزل ويغل ويسجل وحاجات بالشكل. فعشان كده مستر فايلر بنسبة 90%
كهربا في التشكيله الاساسيه ما لم يجد جديد يعني، وجنبيه قفشه وجنبيه حسين الشحات. لو رمضان صبحي جاهز برده مش هيبدا المباراه، وجونيور اجاي في الامام. البعض برده جوه المعسكر يقول لك ممكن يبقى فايلر يقلب الدنيا ويلعب مروان محسن. لو لعب مروان محسن يلعب ناقص واحد، هيبقى بيلعب ناقص واحد، لان يعني مروان محسن خد فرص لو انا كنت خدتها كنت بقيت بطل العالم في الاجوان، مش هداف العالم بس يعني. خد فرص ما يعني بعدد شعر راسه ولم يحسن استغلالها، ولم يعد هدافا للنادي الاهلي، وما عندوش يعني غير يعني اقول ايه بس يعني رمضان مروان محسن فرود كويس وانسان محترم وكل حاجه، لكنه ليس بالمهاجم الذي يقود النادي الاهلي، يعني صايم عن التهديف يا راجل. كانت الناس عماله تقول على وليد ازارو مش صايم، كانوا بيقولوا عليه بتاع ده، كانوا بيقولوا عليه بيضيع فرص سهل ونحس. دلوقتي النحس وليد ازارو قبل ما يمشي قال له والله يا مروان اللي تاخد النحس بتاعي وبتاعك وتخليك موجود مع الاهلي. فبالتالي المساله اليو باجي موجود وجاهز كل حاجه، لكن لن يبدا به المباراه، ولو بدا به المباراه هيبقى بيبدا على حساب الشحات او كهربا ويرجع جونيور اجاي. جونيور اجاي في الملعب زيه زي قفشه، لكن مفيش بشائر تدلل او تؤكد ان هو يبدا باليو باجي، هيبدا بجونيور اجاي. طيب ايه الجزئيه الثانيه اللي بيتكلم فيها مستر فايلر؟ فتحي ام محمد هاني؟ هو شايف ان محمد هاني عنده حيويه وشباب وكلام بالشكل ده، وانه يقدر وانه يقدر وانه يقدر، والان على فتحي من زيزو ويوسف اوباما وبن شرقي ومصطفى محمد. بقول لكم اللي بيحصل، فالخب الدنيا بتقول او صوت العقل بيقول فتحي انه الاكثر خبره والاكثر حماسه والاكثر قوه. فكره الحيويه والشباب ومحمد هاني، محمد هاني مش في اصرار وعزيمه احمد فتحي، وغالبا سيلعب كابتن احمد فتحي باك رايت وعلي معلول وربيعه ومتولي غالبا، وامامهم السليه واليو باتشي قفشه كهربا الشحات جونيور اجاي. طيب في الزمالك، في الزمالك ما عندوش حيره خالص، عنده يعني رغبه في تحسين تشكيل اللي لعب بيه قدام الترجي، تشكيل الترجي هيلعب بيه ما عدا عمال بيتكلم بقى في حازم امام ما يلعبش، يلعب عبد الغني وعبد الشافي ولا عبد الله جمعه، مستغلا حيويه ونشاط عبد الله جمعه وانطلاقاته وعرضياته الخطيره وتسديداته بعيده المدى، رغم ان عبد الشافي ادى واحده من اروع مبارياته امام الترجي. وعبد الشافي من الناس المحترمه المؤدبه الراقيه اللي ملوش صوت، لا بيتكلم مع اعلام ولا بيتكلم مع مسؤولين ولا جهاز، بينزل الملعب يطبق مهامه ويقوم بدوره وبيسكت، لكنه في قمه في الادب وقمه في الالتزام وقمه في العطاء ايضا وقمه. يعني الماتش اللي فات بتاع الترجي عجبني، لكن كارتيرون عاوز يفتح شارع في الحته دي، يبقى على محمد هاني، يبقى على فتحي، يبقى عامل قلق، يبقى على الاقل بيحجمه. فشايف ان عبد الله جمعه في الحته دي افضل، ولسه بتكلمه في الحته بتاعت عبد الشافي. في الجانب الاخر عبد الغني ولا حازم؟ صوت العالي يقول حازم، لكن حازم كان اداؤه غير مقنع تماما في مباراه الترجي التونسي ولم يجذب اي اهتمام، وبالتالي بيتكلموا في حازم ولا عبد الغني. الكفه تميل الى عبد الغني حتى الان في تشكيله نادي الزمان. حتة تانية، أحمد سيد زيزو ولا أوناج؟ هو عاوز يعمل مفاجأة، مستر بدرس كارتيرون عاوز يعمل مفاجأة. إيه المفاجأة اللي يعملها؟ تشكيله اللي فات كسب بيه الترجي، ولكن الترجي مش زي ما قال مرتضى أقوى من الأهلي 100 مرة، ما بيفهمش في الكورة مرتضى حاجة خالص. أنا قايل هنا قبل القرعة إن أنا أتمنى إن الأهلي يقابل الترجي لأنه أضعف الفرق الثمانية. فعمر الترجي ما يبقى افضل من الاهلي 100 مره. اه بتعمل حرب نفسيه وحرب معنويه، لكن انت ما تعرفش رجاله الاهلي بيقعدوا يركزوا ويذاكروا ولا يلتفتوا الى مثل هذه الاقوال، ولا حد في الاهلي بيطلع يتكلم ويقول لك قلنا للعيبه واحنا كذا واحنا كذا.
انت شغال انت وابنك ان احنا نكسب الاهلي ونعمل ونسوي. الاهلي يعمل في صمت ويركز بشده، ولن ترى متحدثا الا بعد الفوز لمده ساعه ساعتين، وبعد كده بيشيلوا الفيش ويستعدوا للمباراه التاليه. فبالتالي دي التغييرات اللي عاوز يعملها مستر باتريس كارتون. عنده مصطفى محمد اساسي، بن شرقي اساسي، اوباما اساسي، فرجاني وطارق اساسي، محمود علاء والونش اساسي. هنا المساله بقى عاوز يلعب في الاطراف. وجهه نظر انا العب بعبد الشافي زي ما هو، والعب بحازم زي ما هو، لان مهما كان عبد الغني عمره ما هيبقى حافظ مهام الباك رايت زي حازم امام. وعاوز بقى احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو بيقوم بجهد بدني جبار، وعنده الشق الدفاعي احسن من محمد اوناج. لو عاوز واحد يتكفى كتير نزل اوناج. فوجهه نظري ان تشكيل مباراه السوبر لو غير هو في الطرفين غير لو عاوز تغلق واحد ولا حاجه غير، عشان تقول انك انت عملت مفاجاه. لكن في الشق الهجومي او تركيبه باقي الملعب، لو انت هتغير في الاطراف بس، لو طلعت احمد سيد زيزو ونزلت محمد اوناج ما تبقى غلطان، او استغلط انت حر. لكن الاطراف لو عاوز تغير فيها اوعى تقرب من عبد الشافي. عبد الشافي عامل ماتش كويس جدا جدا جدا. طيب دي بالنسبه كارتيرون النهارده غضب بشده، قال لهم ان انا عايش في سويق، دي سويقه يا هاني يا زاد، انت والواد مش عارف مين ومين ومين. وطلب من كابتن اسماعيل يوسف تغيير الفندق، قال له دي سويق، انا قاعد في سويق. فتم تغيير الفندق، خاصه ان هو كان الزمالك نازل فيه لما خسر السوبر امام النادي الاهلي اظن في 2015 او 16. فالفكره يا ذره ما تشوفها فين يا معلم، انت معاك التاريخ كله يا معلم. 3/2/2015 لما كان كهربا وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا والحكايه والروايه. فاللهم صل على سيدنا النبي، اتشائم من الفندق فضلا عن عدم حاله عدم التركيز اللي موجوده، وقرروا ان هم يمشوا. طب بعيدا بقى عن التشكيل،